السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمركز تجاري يعني جديد، ماهوش جديد بزاف، يعني يعود الى 3 سنوات اللي يقع في مدينة ميلا. هذا مركز تجاري جديد جميل جدا، ويعني فيه 7 طوابق وديكورات عصرية كما نشاهد، كل شيء عصري، وهذا بالشراكة مع مستثمر تونسي. إذن هنيئا للناس ميلا بهذا الإنجاز، وإن شاء الله المزيد من هذه المراكز التجارية لترفع من مستوى نتاع العرض في ميدان التجارة والتوزيع يعني التجاري يعني في ميدان لوديتاي. إذن وكذلك يكون فيه فضاءات نتاع لا ريستوراسيون و يعني العاب ترفيهيه بالنسبه للصغار، وهذه الفضاءات مرحب بها في كل مدننا. ان شاء الله تعم كل ولايات الوطن، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.